الريحة مو غريبة علي، بعرفها. هذا عصام والشيخ عبد العليم. أهلين بالشيخ فهمي، إمتى بدنا نجوزك بقى؟ والله لحتى ربك يريد. إيش أنت لنا همتك شوي، بلكي بنتجوز سوا. أخي الهمة مسدودة، أنت يا سيدي حالك شو رح تساوي؟ أهلين بالشيخ فهمي. أهلين. يا خرب مسكين، لا وراه قدامه، والله عم بينام بالجامع. إيه بس يا شيخ، أنتوا كبارية الحارة، لازم تديروا بالكم لحالكم. يا لطيف! أسعيك أنت وياه! أسعيك! يا بطل! بس خروف! مينو هاد؟ مينو اللي عامل هالعملة؟ يطلع لشوف! أعوذ بالله، شو هاد؟ بده يتعلم علينا! بده يتعلم علينا! بس ما فشل! ما فشل يتعلم علينا! يطلع! يطلع لحرامي اللي مخبي حاله! تطلع! طولك! عمي فارس، مشان الله! في حدا فايت على الحارة بالليل؟ ما في كلام، مين اللي فايت؟ يا عبدو الله وكيلك، ما حدا دخل. أب فارس بدك تقلي مين فات على الحارة، بدك تتذكر. يا أبو شوكت، ما حدا لا فات ولا طلع. أب فارس مشان الله تذكر منيح. يا عمي ما حدا لا فات ولا طلع، من العشاء للصبح وأنا سهران. والله والله لو أعرفه لعلي راسه مثل راس الخروف على باب الحارة. والله خير، شوف يا جماعة صبح خير ان شاء الله. بعدك شرف عمي، شرف. شوف الشوفه، راس خروف عم يشرشر دم على باب الدكانه. عملت واحد حرامي رخيص خسيس ابن حرام. عم عصام، هذا مرسال، هذا مرسال. مرسال من مين عم يا ابو حاتم؟ اليوم بدي اعرفه، اليوم قبل بكره. عم عصام روق حتى نعرف من مين. صلي على النبي. اللهم صلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. خير خير خير، شو صاير؟ شوف الشوفه يا اخي خاطر، شوف الشوفة، دم يا جماعة، هذا دم. أصبحنا وأصبح الملك لله. أرضي يا جماعة، كل واحد على شغله، يلا حركوا يا جماعة، كل واحد على شغله، يلا. قولوا الله، قولوا الله. شوف يا جماعة شو القصة؟ ماشي ماشي ماشي، أرضي هلا بنحكي. شو هذا الدم؟ يا طيب خير، شوفي يا جماعة، شوفي، شوفت عينك عم يا بزافة. راس خالوف على دكانتي، بده يعلموا علينا. روق عمي عصام، روق، هذا شغل أولاد. لو اللي عامله رجال كان طلع وحكى اللي بده اياه بالوجه. اسلم هكتم اخي ابو ظافر، خلينا نروح نقعد بالمضافه ونحكي هونيك. تفضلوا. روق عصام روق، عرضيه. بس يا عمي ابو حاتم، اخي فراري وابي الله يعلم عرضيه وين. بس اخ اخ، لو الله بيحضيني فيه، والله والله لامسع رغبته وعلى اعلى باب الحاره. والله لك ليكون حدا رجالات نمر. يا ابو قاسم لا، نمر زلمة الفرنساوي، والفرنساوي ما بياخذ بيتار رجاله. يا جماعة الخير، هالحيرة دواها لازم نعرف مين الفايت ومين طالع الحارة. ما بصير هيك تضل الأمور سايبة. بعدين هذا اللي فات وعلق راس الخروف، كيف فات؟ بعدين الدم كان عم شر شر من الراس، يعني النية وسخة ومبيتي والعياذ بالله. النية يا شيخي هي الدم، والمقصود فيها هو عصام، وعصام ابن أختي، وواحدنا الحارة ومنه فينا. روقوا يا جماعة، الشغلة اللي صارت ناكتة وما لها طعمة. شلون يعني ناكتة عمي أبو صافي؟ هي ما حبيتها منك ابنو. مبينة عمي أبو شوكات، مبينة. اللي علق الراس لو مستقصدك كان غدرك لا سمح الله. مبينة، بده يعمل عي وفيها ولدنة، هي القصة كلها. من شان هيك لازم ناخذ كل الاحتياطات حتى نعرف مين الفايت ومين الطالع. معك حق شيخي، معك حق. أبو فارس عم يقول إنه ما حدا دخل على الحارة، معناته اللي ذبحه من الحارة. مظبوط هذا الحكي، معنى الكلام إنه دود الخل منه فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. هاي اللي سمعته بالحارة؟ وشو سمعت سيدو؟ شو أبو جوداد؟ أنت ما بتجي إلا بعد ما بتسمع؟ شبنا بحاتيم؟ بدل ما تقول لي يعطيك العافية وكتر خيرك، لعني سهران طول الليل على أمنك وراحتك أنت وأهل الحارة كله؟ باين. باين خسيت العين، سهران مزبوط بس بالكركون. شو قصدك عصام؟ ما قصدي شيء، الله يعيننا على ما بلانا. السلام عليكم. خدني معك ابو شوكات. شرف. عين سبق وظافير. شرف خالي، شرف. وانا السلام عليكم. شرف شرف شيخي. السلام. سلام. شو ابو جوداد؟ تجي لعنا بتسمعنا، مو احسن ما نجي نحن لعندك ونسمعك؟ شو بنا بحاتيم؟ ما انت قلت لي يا ابو جوداد الله يخليك لا تتدخل فينا. اوف، وعم يشرشر الدم منه؟ مين هالمواس اللي عامل هالعملة؟ ما بعرف يا مو، ما بعرف. شو هالعملة هي؟ الله لا يوفقه بجاه سيدنا محمد. وشو قصده بهالعملة أخي عصام؟ قصده كبير، بده يعلم علينا.
الله لا يوفقه على العملة. ما حدا شافه من الحارة؟ أبو فارس الحارس وينه؟ ما حدا شافه بالحارة، حتى أبو فارس. طيب ليكون حدا من الحارة؟ لا يا شو من الحارة؟ نحن مالنا عدوين بالحارة الخيرية. شو عرفك أمي؟ شو عرفك؟ الله يحطيني فيه بس. شو؟ راس خارو؟ شو هالحكي لك صبحي؟ إيه والله يا عقيد هذا اللي صار. والحارة قايمة قاعدة. حدا من الحارة صار له شيء؟ أخي صار له شيء؟ لا لا اطمن، الكل بخير. أكيد لعب أولاد عقيد. وأنت الصادق أخي أبو حازم، هذا مرسال وفي وراه ملعوب وأذى. مرسال. هذا مرسال لك صبحي. وأنا هيك عم بقول. يعطيك العافية يا أبو شوكات. علي يا بدر. أخي ظبط لنا النار. ليه هلا ورجع بعد ساعة؟ أنا جاي أحلق هلا. ليش رجع بعد ساعة؟ حلاق يعني كيف مغير؟ حلاق من هون. شوف يا بدر، روحي واصلي راس مناخيري ها مشان الله لا تخليني تفشش فيك. حلاق ورجع بعد ساعة. السلام عليكم، كيفك عم يا أبو حاتم؟ أهلين عم يا أبو حسن. معيتك، عاوزك بكلمتين. طيب ولا هيني؟ أبو حاتم أبو حاتم أبو حاتم. شو بدك؟ عاوزك مشغلة. روح رجع بعد ساعة. تفضل. لك شو قصة قلت بالساعة اليوم؟ يا رب لا تخليني عالصيب، لا تخليني عالصيب. فقلت لحالي خبرك قبل ما خبر عصام. وينك؟ هلا أنت متأكد إنه شفته مبسوط ومتشفي من الشيء اللي صار بالحارة؟ شيت إنه متشفي متشفي، لا والله، بس هيك حسيته مشقري. لك يا أخي هذا الزلمة من وقت ما سكن عنا بالحارة، إي ما شفنا منه شيء. إن شاء الله أكون غلطان، إن شاء الله أكون غلطان. بس والله يا عمي أبو حاتم ما حبيته وما طقته. هلا شيت انك ما حبيته وهي شغله ثانيه، سيرتي انا شبنا فيها. بس انت واغشت لي مخي، وينك؟ بتوم على الموضوع. خليني افكر شوي واعرف ليش هيك عمل. ماشي يا عمي، بدك شيء؟ لا سلامتك. سلام عليك. الله معك. انا رايحه شوي لعند ام حاتم وبرجع. خير يا عمو؟ بس ارجع بحكي لك. الله معك. نقي البرغلات منيح. مرحبا يا مو. اهلين يا مو. يا مو شو قصه راس الخارو؟ فوتي اختك دلال بتحكي لك، انا واصله شوي لعند ام حاتم وراجعه. خير يا مو. هلا هون على الباب بدي احكي لك، فوتي لعند اختك ولا تروحي، عاوزتك ضروري. ها ماشي بس ما تطولي. الله يخليك. لا ان شاء الله. الله معك. دلال عم على هالقصه هي حكيت لك اياها من دقدو. يا سلام عليك، شو بدك اكثر من هيك؟ قولي 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 على قامتي على هالعمله هي ودخلك كباريت الحاره. شو عملوا؟ مثل العاده قعدوا وحكوا. يعني شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يساووا؟ قولي لي. هلا هذا اللي طلع معك شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يساووا؟ قولي لي. لك حاكيني فهميني، ليش عم تحكي من روس مناخيري؟ انا عم بحكي من راس مناخيري. ايه ايه انت عم تحكي من روس مناخيرك وما بدك تجاوبيني على شيء. ايه روحي اعملي لنا فنجان قهوه خلينا نبرقنا. حاكم على طول انت بتنشفي لي ريقي. الله ينشف ريقك يا حق. يوه ولك انا بنشف لك ريقي؟ ايه انت لسه بتساليني وين راحوا؟ وين اجوا؟ شو صار؟ مزكي لا طالعي لي خلاقي. يوه دستور من خاطرك وما بيطلع خلقك. قومي قومي اعملي لنا فنجان قهوه خلينا نشربه ونروح لعند ام بشير. حاكم الي جمعه زمان ما شفتها. ايه معناتها بنروح سوا وبنشربها هونيك. صاي نسيت لك، مظافر عزمتنا على قعدة بالحمام. قعدة بالحمام؟ ايه شو عليه؟ مرة مقدرة وصاحبة واجب، منروح ليش ما نروح؟ بس امتى العزيمة؟ بعد بكرة. ايه؟ دخلي؟ قلتي لها لسعاد؟ هلا وانا راجعة على البيت ببرق لعندها وبقلها. ماشي، رح حط الملاية علي. جيبي لي كاسة مي طريقك الله يرضى عليك. لك تلحلحي انت، شو ناقصك يعني ايد ولا رجل؟ مالك غريبة؟ قولي على عيونك شو قليلة واجب وكسلانة. والقايلة؟ بلي بحمة سبعتني. أنا جاي لعندك يا أم حاتم خص نص. خير إن شاء الله يا أم عصام، والله شغلتي لي بالي. الله لا يشغلك بالي، ما في شيء، بس مثل ما بتعرفي أرض الوقف راحت مع الفرنساوي وصندوق الحارة فضي، ما عاد في مصاري وهالفقرة ما عاد نابون شيء. والله حكيك مزبوط. يلا هلأ بقوم بحط لك اللي فيه نصيب. طولي بالك وحدي الله، شغلة مو شغلة موني يا أم حاتم. يوه لكن شو بدنا نعمل؟ أنا مبارح طول الليل ما نمت وأنا عم فكر. ايه وشو طلع معي؟ طلع معي انه لازم نشتغل. نشتغل؟ ايه نشتغل. يوه وشو بدنا نشتغل ام عصام؟ بشكل عبي. ايه بشكل عبي، ومو بس انا وانتي رح نشتغل، كل نسوان الحارة لازم تشتغل. شو قلتي ام حاتم؟ شو علي؟ الله يقدرنا على فعل الخير، وانا من ايدك هي لايدك هي، بس بدي اخذ شور ابن عمي. انا واثقة انه ابو حاتم ما رح